السلام عليكم، معكم المهندس طالع دخل الله المطرفي من مشروع صحة. الاهتمام بنمط الحياة الصحية بدأ معي من معاناة شخصية، وأنني أصبت بتصلب في المفاصل بسبب عدم ممارسة حياة صحية جيدة في عملي. تجاوزت هذه المشكلة بالتمارين الرياضية اليومية وبالابتعاد عن الغذاء غير الصحي مثل الغذاء السريع والوجبات السريعة والمسببة لكثير من الأمراض، وأيضا بممارسة الصحة الذهنية والابتعاد عن ضغوطات الحياة. ومن هنا بدأ مشروع صحة، خاصة بعد ما رأينا هدف المملكة هو رفع نمط الحياة الصحية للسعوديين من 13% إلى 40%، وأيضا معاناة أكثر من 5 مليون سعودي بأمراض مزمنة بسبب عدم سلوك نمط حياة صحي جيد. وهذا حفزنا بشكل كبير لمساعدة المجتمع السعودي في تطوير نمط حياة صحية. خضنا مسابقة رائعة مع كثير من المتنافسين، وبعد ذلك قدمنا التطبيق أمام لجنة تحكيم متخصصة، ثم حالفنا الحظ ولله الحمد فزنا بالمركز الأول لتحدي نمط الحياة الصحية.